لفقرتنا الطبية لليوم، كلياتنا أكيد منعاني بأيام معينة من احمرار بالعين، وهذا الأمر قد لا يشكل خطورة لكنه قد يشير إلى وجود مشكلة داخلية في العين، خاصة إذا كان مصحوب ببعض الأعراض. فما هي أسباب احمرار العين وكيف يؤثر أسلوب حياتنا على صحة العين؟ معنا الدكتور باسل فعوري، اختصاص أمراض العين. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح نور، كل عام وانتم بخير جميع مشاهدينا ان شاء الله. ينعاد عليك يا رب دكتور. يعني بالبدايه كثير بنسمع احمرار عين، احمرار العيون، حسب ما يمكن مرض يمكن هو تحسس. خلينا نحكي شو هو احمرار العين بالبدايه. احمرار العين بشكل رئيسي هو عرض لمرض، يعني هو تظاهره لعده امراض مختلفه كلها ممكن تؤدي لحدوث احمرار بالعين. العين بشكل عام يعني هذا اللون الأحمر اللي احنا بنشوفه تشريحيا بيتوضع بملتحمة العين، ممكن أحيانا يترافق باحمرار بالأجفان أو حواف الأجفان، بيتنفخوا العيون ببعض الأمراض، لكن كلون أحمر نحن بنشوفه هو بيكون بالملتحمة. الملتحمة هي الغشاء الرقيق اللي بيغطي كرة العين، غشاء بيحتوي على أوعية دموية دقيقة كتير. عادة هي الأوعية الدموية بالحالة العادية غير مرئية لأنها بتكون ناعمة كتير، ببعض الحالات بصير في عنا توسع بهي الأوعية، احتقان بهي الأوعية، تهيج بهي الأوعية الدموية، بتظهر بلون أحمر بدرجات مختلفة وبأنماط مختلفة من هذا الاحتقان. كل نمط أو حسب المرض المسبب أو المؤدي لهذا الاحمرار بيؤدينا لاحمرار بالعين مع أعراض تانية أو بدون أعراض تانية. والموضوع له يعني طيف واسع من الأمراض، ممكن نوجزها أو نختصرها بمجموعة من الأمراض حسب ما ممكن يكون حدث عند المريض. أكيد دكتور، فجأة مثلا الأم بتشوف ابنها فجأة عينه بتحمر، يعني شو سبب الأطفال أنه عينهم بتحمر وبيظهر احمرار العين؟ وكمان للسيدات اللي بيحطوا عدسات لاصقة، يعني أحيانا مثلا عينهم بتتقبل هاي العدسات وأحيانا أبدا ما بتتقبل وبنفس الوقت بيصير عندهم احمرار بالعين. خلينا نحكي عن الأسباب للأطفال وللسيدات اللي بيستخدموا عدسات لاصقة. هدول حالتين خاصة، تنتين من الأسباب المؤدية لاحمرار العين الحقيقة ممكن نحكيهم باختصار هلأ، بس رح وضحهم أكثر إذا بدي استعرض أسباب احمرار العين بشكل عام مشان تكون أوضح الصورة وأشمل. أكيد. الأسباب الرئيسية لاحمرار العين خلينا نقسمها لمجموعات. المجموعة الأولى هي المجموعة اللي بتنجم عن الحساسية، وهذا مرض شائع ومنتشر جدا. الحساسية ممكن تكون حساسية دائمة عند بعض الأشخاص، ممكن تكون حساسية موسمية أو فصلية. الأطفال هدول أكثر شيء بيعانوا منها، يعني بيجونا الأطفال بمواسم معينة من السنة خاصة بفصل الربيع وفصل الصيف، بداية فصل الصيف ببلش عندهم أعراض احمرار العين، الحكة بالعين، ظهور الدماع، ظهور مفرزات، مزعوجين من الضوء ما بيقدروا يفتحوا عيونهم مزبوط، فالأم بتلاحظ على ابنها هاي الأعراض. هاي أعراض الحساسية احيانا بتكون مرتبطه بحساسيه عامه بجسم الطفل، يعني الطفل اللي عنده اكزيما جلديه، اللي عنده ربو تحسسي، اللي عنده التهاب انف تحسسي، ممكن يكون عم بيعاني ايضا من التهاب ملتحمي تحسسي. طبعا بهالحاله الام لازم ما تتاخر على ابنها وتاخذه لطبيب عيون مختص يشوف الطفل ويحدد لنا يعني نوع الحساسيه الموجوده عند الطفل ودرجه الحساسيه ليبلش يحط له خطه علاجيه، لانه الموضوع بيتطلب احيانا فتره طويله من المعالجه تمتد لاشهر خلال فترات يعني بنسميها فصول التحسسيه او اشهر الموسميه للتحسس. المجموعه الثانيه من الامراض اللي بتسبب لنا حساسيه هي الأمراض الإنتانية، يعني التهابات الملتحمة الجرثومية، التهابات الملتحمة الفيروسية، التهابات حتى الملتحمة الفطرية، كلها بتسبب لنا احتقان بالملتحمة والتهاب. لكن هون الأعراض بتكون حادة أكثر، يعني خلال يوم أو يومين تتطور عنده الأعراض، بتترافق مع ظهور مفرزات مخاطية أو مفرزات قيحية من العين، بيكون في خوف من الضياء، الطفل ما بيقدر يفتح عينه بالشمس، حتى الكبار بتصير عندهم نفس الأعراض. هون ممكن تكون العدسات اللاصقة سبب لهي الحالة، يعني العدسات اللاصقة هي جسم أجنبي ملامس لسطح العين، إذا ما كان عقيم ونظيف ممكن يكون مزرعة أو مكان بتنمو عليه الجراثيم بسبب لنا هي الالتهابات. فلدائما بنحرص على التأكيد على ضرورة العناية بالعدسات اللاصقة وتعقيمها واختيار النوعيات الجيدة، لأنه حتى فينا يعني نخص العدسات اللاصقة بخاصية أنه هي الالتهابات اللي بتنجم عنا عادة بتكون أخطر من الالتهابات اللي بتحدث بدون عدسات لاصقة. في نوعية معينة أو
كثير اجريسيف من المتعضيات اللي بتهاجم قرنيه العين حقيقه، بسبب لنا اصابه خطيره احيانا بتكون بسبب العدسات اللاصقه. فاذا هي المجموعه بنسميها مجموعه الالتهابات الانتانيه، ممكن تكون سبب لالتهاب العين، وكمان هون استشاره الطبيب لنحدد هل هو التهاب فيروسي ولا جرثومي ولا فطري ولا في استخدام العدسات اللاصقه، كل واحد بيتطلب علاج مختلف. لكن هون بيتميز عن الالتهابات التحسسيه انه فتره العلاج اقصر، يعني اسبوع لاسبوعين عاده بتكون سيطرنا على الالتهاب وانتهت الحاله، لكن مثل ما قلنا بالحساسيه الموضوع قد يتطلب العلاج لاشهر. من الأسباب الأخرى أو المجموعة الثالثة خلينا نسميها لأحمرار العين اللي ممكن تكون سبب واضح وشائع عندنا خاصة بهالأيام هو جفاف العين. جفاف العين بيحدث هالأيام أو صرنا نشوفه أكثر من أيام زمان للعوامل البيئية والمهنية اللي كنا عم نتعرض لها. الجلوس لساعات طويلة خلف شاشات الكمبيوتر، استخدام الأجهزة اللوحية، الموبايل، القراءة والكتابة لفترات طويلة، كلياتها بتخلينا عرضة لحدوث جفاف العين. جفاف العين معناها انه كمية الدمع الطبيعية اللي عم بتغطي سطح العين وعم تحمي سطح العين وترطب سطح العين صارت غير كافية، وبالتالي صارت العين معرضة للهواء الخارجي، للحرارة الخارجية، للعوامل المؤثرة الخارجية، وهذا بيسبب لنا احتقان بالملتحمة او تهيج بالملتحمة مع اعراض عدم ارتياح عند المريض. هي اعراض حقيقه مرتبطه بهي الظواهر، يعني بيجي المريض بقول انا بقعد على الكمبيوتر فترات طويله بصير عندي تعب، بصير عندي احمرار، بصير عيوني يحكوني، ما بقعد احيانا بترافق بصداع ووجع راس. فلذلك هون يعني طبيعه عمل الانسان مهنته بتكون واضحه كسبب لهي الحاله. طبعا الفحص السريري بيظهر لنا هذا الموضوع، بتبين العلامات على قرنيه العين وملتحمه العين، بتظهر لنا الجفاف الموجود. هون العلاج بيكون ابسط لسه كمان، لانه هو فقط عباره عن تعويض الدمع اللي ناقص قدام العين بقطرات مرطبه للعين. تمام، وهو العلاج اللي بيعالج لنا القسم الاكبر من هي الحالات. بعض الحالات بتتطلب معالجات ثانيه لكن بتكون اقل. لحد هلا كل هي المجموعات اللي ذكرناها بتعكس لنا امراض بسيطه، يعني ما لنا امراض خطيره، شائعه كثير وبنشوفها يوميا. تمام. احمرار العين احيانا بيخفي امراض جديه هامه وخطيره. مثل قد تكون احمرار العين علامه على التهابات داخل العين، يعني التهابات اللي بتصيب قزحيه العين او السبيل العنبي اليوفيايتس. هي الحالات هي التهابات داخليه مناعيه ذاتيه، غالبا قد تكون ناجمه عن متعضيات، لكن باغلب الحالات بتعكس مرض مناعي ذاتي. هي الحالات تترافق مع احمرار عين، الم بالعين، تشوش بالرؤيه، صداع، عدم ارتياح واضح. بالفحص كمان بتظهر عنا غير الاحمرار اللي واضح بالعين واللي ناجم عن احتقان بالملتحمه، تهيج بالملتحمه، احتقان بالجسم الهدبي، بنشوف انه داخل العين في عنا ارتكاسات التهابيه، خلايا التهابيه، التصاقات، علامات بتشير على انه في عنا فعاليه التهابيه داخل العين بتتطلب تدبير جدي ومعالجه جديه. وايضا هون كمان احيانا بتطلب المعالجه تشارك ما بين طبيب العيون وطبيب امراض المناعه الذاتيه لحتى نحدد المرض الموجود ونعالجه بشكل كامل. طب دكتور، ايمت يعني المريض بيعرف حاله انه هذا المرض ولا هي احمرار عابر؟ يعني حكينا يمكن حالات مثل مثلا صفقه الهواء، بتحمر شوي العين، بتروح مثل مثلا وضع مواد او جسم غريب مثل العدسات او مثل الرموش اللاصق الى ما هنالك للصبايا، يعني بتحمر العين لفتره محدده وبتروح. هون العلاج كيف بيتم او شو هي الاسعافات الاوليه لازم نعملها؟ يعني كثير مننا بيهمل هذا الاحمرار لانه خلص اوكي هو رح يروح، رح يستمر لساعات او يوم او يومين. هل هالشيء صح ولا شو هو لازم نعمل؟ هلا هون نقطه كثير مهمه، انه كيف نميز بين الاحمرار العابر والبسيط وبين الاحمرار اللي ممكن يخفي مرض جدي. الحقيقه ثلاث اعراض اساسيه المريض لازم ينتبه لهم لما بصير في عنده احمرار بالعين. اذا في الم بالعين، اذا في عنا هالات او خوف من الضياء، اذا في عنا اضطرابات بالرؤيه. بهالحالات الثلاثه المريض لازم ما يهمل موضوع احمرار العين ابدا ويراجع طبيب، لانه عاده هون معناته صار عنا سبب اخر مهم داخلي او عم بيأثر على العين وعم بيسبب لنا مشكله احمرار العين بتطلب معالجه. هلا بشكل عام اذا صار عنا احمرار بالعين عارض، الاجراءات بسيطه عاده. اول شيء نحاول نشوف اذا في سبب مباشر نحن انتبهنا له سبب لنا هالحاله ولا لا. يعني فرضا غبره فاتت على العين، عرفنا انه هون انا كنت ماشي هواء غبره فاتت لقلب العين،
تهيجت العين احمرت صار عملت لنا حكه، فبهالحاله السبب واضح. بنغسل العين بمي بارده، ممكن نستخدم اذا عندنا قطره بسيطه مضاده للالتهاب، ممكن نستخدم قطره مرطبه اذا حسينا الاعراض خفت وراحت وتكون القصه بسيطه مش الحال. اذا استمرت ساعتها لازم نراجع طبيب. بعض الاشخاص اللي بيشتغلوا بعض المهن الحرفيه مثلا واللي بتتطاير فيها ذرات او غبار مثل الحدادين او النجارين او اللي بيشتغلوا بالحجر او ما الى هنالك، هذول ممكن يتعرضوا لدخول اجسام اجنبيه للعين. هون كمان بيشعر المريض انه دخل جسم اجنبي للعين. هون لا يحاول الشخص انه هو يعني اذا حس في جسم اجنبي للعين هو يطلعه. في منهم بيحاول يستخدم محرمه او بيستخدم اعواد تنظيف الادنين او اي شيء بيحاول هو يطلعها، لا يفضل انت ما تطلعها لانه قد تكون سطحيه وانت تكون عم تحاول عم تطلعها تدخل الجسم الاجنبي اكثر لجوا او سبب جرح للقرنيه العين او ما الى ذلك. دكتور العين كيف بتقاوم الجسم الاجنبي؟ يعني اي حدا مننا بيدخل شيء بعينه وبنشوف انه صار بزوايا العين بنحاول نحن نشيله، هو هذا الشيء كثير غلط، ولكن كيف بتتم عمليه المقاومه؟ ممكن يطلع لحاله بعد العين؟ العين طبعا بدها تدافع عن نفسها، يعني تعرضت لشيء غريب عنها فهي بدها تدافع عن نفسها، اول شيء حتفرز كميه كبيره من الدمع محاوله منها لانها تغسل العين، يعني اذا الجسم الاجنبي كان بسيط وعالي على سطح العين بلكي هالدفقه من الدمع اللي طلعت من الغده الدمعيه انه تطرح هذا الجسم لبرا العين. فهذا احد اساليب الدفاع. الشيء الثاني بصير في عندنا تشنج بالاشفان، يعني الاشفان بتصير عندنا رفيف متكرر محاوله انه كمان انه هالجسم اذا موجود على سطح القرنيه من خلال رفيف الاشفان انه يروح برا العين. هي كلها وسائل دفاعيه من العين لا يعني لا اراديه مثل ما بنقول نحن الجسم بفعلها. تتعزز المفرزات حتى المخاطية، بصير يجمع مفرزات مخاطية على المآق الأنسي والمآق الوحشي وعلى حواف الأشفان، كمان نتيجة زيادة المفرزات المخاطية من الغدد المخاطية الموجودة بملتحمة العين. كل هي مثل ما قلنا هي وسائل دفاع من العين لتحمي نفسها، قد تنجح بإزالة العوامل إذا كانت بسيطة وسطحية، لكن قد تكون غير فعالة أو غير كافية إذا كان الجسم الأجنبي أو المؤرج موجود وبتطلب تداخل من الطبيب أو علاج خاص. أكيد دكتور، في منهم بيعانوا من احمرار العين فورا بيروحوا على الصيدلية بيشتروا الأطرات، خلينا نحكي شو هي الأطرة المفيدة لهيك وضع إنه احمرار عين لوقت قصير، كمان نحكي عن العلاجات المنزلية الطبيعية، بيقولوا مثلا إذا احمرت عينك لازم تحط مثلا شاي أو بابونج أو كمادة باردة، أو أحيانا بيقولوا لك لا كمادة سخنة هي مفيدة أكثر للعين، شو برأيك الصح؟ هلا إذا بدنا نحكي بالمنطق تمام. الصح إنه المريض عنده مشكلة احمرار بالعين وإزعاج يروح على طبيب بشكل رئيسي. إذا ما راح طبيب مثلا صابته هالمشكلة مثلا بالليل إذا ما قدر يوصل لطبيب أو صار عنده مشكلة ممكن يعني يستعين بالصيدلي ياخذ أطرات بسيطة. الأطرات البسيطة ممكن ياخذها هي قطرة مضادة للالتهاب وقطرة دمع صناعي. القطرة المضادة للالتهاب لحتى إذا في جسم أجنبي مجرسم داخل العين نحاول نقاوم الالتهاب اللي ممكن ينجم عنه. والقطرة المرطبة للعين لحتى تساعد العين على أنها تغسل هذا الجسم الأجنبي الموجود وتطلعه لبرا العين. هاي العلاجات البسيطة، لكن الخطأ اللي بيحصل أحيانا واللي بيكون أحيانا خطأ كبير وبسبب مشاكل كبيرة لما بيستخدموا بعض المرضى الأطرات المخدرة تمام. الأطرات المخدرة لسطح العين بعض الأشخاص بيجيبوها بدون وصفة طبية وبصيروا يقطروا منها. هي قطرة بتغش الإنسان لأنه لما بيقطرها بروح الشعور بالألم أو الشعور بالإزعاج، بيرتاح المريض لمدة نص ساعة أو ساعة، بعدين بيرجع الألم مرة ثانية، بيرجع بيستخدم القطرة مرة ثانية وهكذا. المريض بيعتقد انه هالقطره هي عم تريح له الالم او انه عم بتروح المرض مع استخدام القطره، ولما عم بيوقف القطره عم ترجع الاعراض مره ثانيه. هون الخطوره بتيجي من القطره نفسها لانه هاي المواد المخدره لها اثار سميه على سطح العين وعلى قرنيه العين بشكل اساسي، وكثير شفنا حالات وصل الموضوع لتلين بقرنيه العين وفقد المريض البصر نتيجه استخدام المزمن لهي الاطرات بدون وصفه طبيه وبدون ارشاد طبيب. الدكتور في بس قطره بيحطوها بصالونات التجميل لزياده بياض العين عند السيدات، خلينا نحكي عنها، هي دائما كل ما بدك تروح تعمل ميك اب المفروض يحطوا لك من هي القطره، بيستخدموها لاكثر من سيده، خلينا نحكي هي هل هذا الشيء يعني بشكل خطوره ولا عادي؟ هي تصفيه اللون الابيض. تمام، هي الاطرات هي الاطرات المقبضه للاوعيه. نحن مثل ما قلنا من شوي انه يعني الملتحمه فيها اوعيه دمويه، ولما بيظهر اللون الاحمر بيكون ناجم عن احتقان هي الاوعيه الدمويه. تمام. في اطرات موجوده هي عباره عن مقبضات وعائيه. هي المقبضات الوعائيه لما بنستخدمها على سطح العين
بتتقبض الأوعية الدموية وبيختفي هذا اللون الأحمر من العين. طبعا. هاي الأطرات مفعولة مؤقت عادة، يعني ساعة ساعتين ثلاث ساعات كثير أربع ساعات وبعدين بروح مفعول الأطرة. هلأ بمناسبة معينة لسبب ما ممكن نستخدم هاي الأطرة لأنها بتريح العين من هذا المنظر المحتقين لبين ما هالإنسان يقضي الشيء اللي عنده. تمام. لكن بعد هيك الأطرة حيروح مفعولة. هي ليست أطرة علاجية أبدا، هي أطرة عرضية، يعني فقط الاحتقان الموجود بتساعد على أن تخفف منه، لكن إذا في سبب لهالإشكالية هي حيضل السبب موجود. فهي ممكن استخدامها لفترات مؤقتة بس كمان مو لفترة طويلة أو لأشهر أو أسابيع، ما بصير. نعم دكتور، حكينا أنه الإحمرار ممكن يكون جزئي للعين وممكن يكون كلي، هل العين بتعدي عين؟ سؤال. والسؤال الثاني، هل ممكن ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم هو يؤدي الإحمرار بالعين، يعطينا هذا المؤشر أنه في ارتفاع بضغط الدم؟ تمام، ممكن فعلا الاحمرار يكون شامل لكل العين، ممكن يكون بجزء من العين، عين واحدة ما بتنعدى الثانية. خلينا نحكي بهالظاهرة أول شيء. بعض الحالات نزوف تحت الملتحمة اللي بتصير عنا بتظهر بشكل نقطة حمراء بالعين بالملتحمة بالناحية الأنسية أو بالناحية الوحشية، بشوف المريض بشكل نقطة حمراء موضعة، هذا ما نوع شامل، هذا اسمه احمرار موضع ناجم عن نزف تحت ملتحمة. هذا ما رح يعدى العين الثانية لأنه هذا نزف، يعني عبارة عن وعاء دموي نتيجة ارتفاع الضغط فيه لأي سبب إن كان، أو نتيجة فرك العين، يعني الحك الشديد، أو إذا عطس الإنسان عطسة قوية، أو إذا عنده إمساك أو عصب أو كان منفعل. الأوعية الدموية هون بتحتقن، وممكن إذا في عنا هشاشة بالأوعية الدموية بسيطة تفتح الوعاء الدموي يطلع نقطة دم وتنتشر بالملتحمة، مثل الظاهرة بتصير عنا بالرعاف أحيانا لما الإنسان بيرعف من أنفه، هذا هو السبب. هي ما بتعد العين الثاني، لكن بعض الإحمرارات الناجمة عن الحالات الالتهابية أو التحسسية ممكن تكون بالعينتين، يعني ممكن التهاب الملتحم يجي بعين واحدة ممكن ينتقل للعين الثانية نتيجة العدوى. هي عدوى بالإيد مثلا ولا لا هي بتنعدى أوريدي؟ يعني لا ممكن، يعني أكيد في العامل اللي انتقل من العين اليمنى للعين اليسرى نتيجة نحن نقلناه بإيدنا بمحرمة على مخدة بشراشفنا بأغطيتنا، ممكن ينتقل العامل المسبب من عين للعين وحتى للأشخاص الموجودين عندنا بالبيت. يعني كل التهابات الملتحمة خاصة الفيروس والبكتيرية هي التهابات معدية، فهون دائما نحن مريض بنصاب التهاب ملتحمي بنعرف انه هو ده جرثومي او فيروسي، بننبهه بنعطيه تعليمات انه انت اغراضك الشخصية اطراتك ما حدا بيستخدمهم، مناشفك شراشفك مخداتك واطراتك خليهم بكيس نايلون، انت غسل ايديك لما بتستخدم الاطرات حتى ما تعدي العين الثانية، ممكن تكون معدية هاي الحالات. أكيد شكرا للدكتور لمعلوماتك القيمة، واكيد بنشوفك في حلقات قادمة. شكرا لك.